بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب الرابع من الكتاب الخامس والخمسين، كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث الرابع والثلاثين بعد الأربعمائة والسبعة آلاف، قال: حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس رضي الله عنه قال: خرجت وأنا أريد هذا الرجل، فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد يا أحنف؟ قال: قلت أريد نصر بن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني عليا. فقال لي: يا أحنف ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: فقلت: أو قيل يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه قد أراد قتل صاحبه. هذا الحديث فهم منه أبو بكر وهو من الصحابة الامتناع عن نصرة سيدنا علي بن أبي طالب. لماذا؟ أو نصرة حتى معاوية أو أي حد، لأنه الاثنين مسلمين فرافعين سيفهم أمام بعضهم البعض، ففهم الحديث على عمومه. والحقيقة أن الحديث لا يفهم بهذه الطريقة، يعني فهم أبو بكر كان خطأ. شفت بقى، في بعض الصحابة ممكن تفهم خطأ، لأن متى يكون القاتل والمقتول في النار؟ لو استحل قتل صاحبه من أجل إسلامه. من أجل إيه؟ إسلامه، يعني بيقتله لكونه مسلم. يبقى هنا كافر. من استحل قتل المسلم بغير ذنب كفر، يبقى في النار فعلا. فهمت بقى؟ أو التاني بيقتل أخوه التاني برضو لأجل مسلم، يعني الاتنين بيكفروا بعض. ده بيعتقد ان ده كافر وده بيعتقد ان ده كافر، فاستحلوا دماء بعضهما البعض وهم مسلمين، يبقى كفر. فهمت ازاي؟ يبقى وقع في ذنب كبير، لانه كفر اخوه ثم استحل دمه ثم قتله. لكن الخلاف اللي حصل بين الصحابة ما كانوش بيقتلوا بعضهم لكونهم مسلمين. فهمت؟ ده مختلفين على بعض الامور التي جدت متعلقه بالحكم مش متعلقه، وعشان كده كان قتل بغي، فربنا ما نفاش عنهم ايه، قال: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم فان بغت احداهما على الاخرى، فكان قتال بغي، فقاتلوا التي تبغي. يبقى سيدنا علي كان بينفذ امر الله، بيقاتل التي تبغي التي بغت، وعشان كده احنا قلنا عليه ايه، قتال البغاة. تلاقيها في كتب الفقه، الخلاف اللي حصل مع سيدنا علي ومن خالفه كتبوه تحت ايه، نص ايه، قتال البغاة، يعني سيدنا علي بغى الناس عليه، هو كان امير المؤمنين والذي انعقدت له الخلافة، بغى عليه اهل الشام بقيادة معاوية ولم يريدوا ان يبايعوه وتحججوا بدم عثمان. فهمت؟ فأصبح قتال بغي، وليس يعني قتال مبني على الاجتهاد والجهاد، وليس
مبنيا على شهوة النفس، وبالتالي يبقى هم برعاء من هذا الحديث. وكان المفروض كان يسيب الأحنف بن قيس يروح يقاتل مع سيدنا علي، لكن أبو بكر فهم الحديث كده على عمومه، أنا ما قتلتش مسلم لأي سبب، فهمت؟ ماليش دعوة، الحديث على ظاهره. يبقى في بعض الصحابة مذهبهم كان يشبه مذهب الظاهرية، هم ياخذوا الحديث على ظاهره دون التفقه في معناه ايه ومعرفة مقصوده، فهمت؟ لكن اتفقت الأمة على أن الحق كان مع علي، اتفقت الأمة وأجمعت على أن الحق كان مع علي. لكن وقت هذا الخلاف انغلق هذا الأمر على كثير من الصحابة فما فهموش، فلم يخرجوا لنصرة علي ولم يخرجوا للقتال مع معاوية، بل مكثوا في بلادهم لم يخرجوا، خافوا أن يساهموا في هذه الفتنة كثير من الصحابة، وكثير منهم ندم بعد ذلك على أنه لم يخرج لنصرة علي. واضح؟ يبقى القتال اللي حصل أيام الصحابة كان مبني على اجتهاد منهم المخطئ ومنهم المصيب، والإصابة كانت في صف سيدنا علي ومن قتلوا معه، هذا ما ندين به لله. فهمت بقى المسألة؟ ونيجي بعد كده بقى نتكلم في مصير الذين اختلفوا مع سيدنا علي، ايه؟ نكل أمرهم إلى الله، لا نذمهم ولا نبرئهم ولا نتهمهم، نكل أمرهم إلى الله. فهمت بقى ازاي؟ هو ربنا اللي يحكم بين العباد، فلا نتهمهم ان هم كانوا اهل دنيا وعايزين حكم، انت دخلت قلبهم؟ ما دخلتش قلبهم، يبقى لا تتهمهم. طب وتبرئهم؟ ولا نبرئهم، لانهم كانوا سبب في فرقة المسلمين، يبقى لا نتهم ولا نبرئ. طب نعمل ايه؟ نكل امرهم الى الله، فوض امرهم الى الله، هو يقضي بين العباد. وانت عايز تبقى ربنا؟ هو الذي يحكم بين العباد، انت لا تحكم، انت يكفيك فقط ان تعرف الحق كان مع اي طائفة. وقال طب الطائفة الثانية مصيرها ايه؟ مالناش دعوة، ربنا يحكم بين العباد، يمكن ربنا يصالح علي على معاوية وخلاص، سيدنا علي قابل معاوية يقول له انا مسامحك، يلا حكاية بسيطة، وتطلع انت في الاخر اللي وحش عشان شتمت ده واذيت ده وتعبت من ده. فهمت بقى المسألة؟ فاحنا نكل الامر الى الله وافضوا الى ما قدموا، ونلتزم بحديث النبي ايه؟ اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم، ونلتزم بحديث النبي ايه؟ لا تسبوا اصحابي، لانه كانوا صحابة فلا نسب احد منهم، فهم لهم حرمة الصحبة وحرمة ايه؟ الموت كمان، يعني عندهم حرمتين، حرمة الصحبة وحرمة الموت، الموت له حرمة، لا تذكر الايه؟ مساوي الموتى، ولهم حرمة الصحبة، والنبي قال لا تسبوا اصحابي، فنحن لسنا مع الذين يسبون من وقفوا ضد علي بن ابي طالب، ولا مع الذين يمدحون الذين وقفوا ضد سيدنا علي بن ابي طالب، نحن لا نسب ولا نمدح، وده مذهب سيدنا علي، سيدنا علي لم يخرج منه كلمة تفوه بها سب من خالفه ابدا، ولا ذم من خالفه، حتى سئل عنهم فقال اخواننا بغوا علينا بس وخلاص، ادي اللي قاله اخواننا بغوا علينا، فغاية ما قاله هو ده. فنسأل الله أن يسلمنا جميعا. يبقى إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال فقلت أو قيل يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ طب القتل عرفناه، طب المقتول ليه؟ لأنه كان مصر على قتل صاحبه، يبقى المصر على الذنب كفاعل الذنب، المصر على الذنب كفاعل الذنب. وعن أبي قال وحدثناه أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد عن أيوب ويونس والمعلى بن زياد عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فنسأل الله السلامة. والآن المسلمين قاعدين بيقتلوا بعض، كل واحد كل فرقة عاملة نفسها هي ده، هي الصحابة والفرقة المقابلة ليها هم أبو لهب وأبو جهل،
يعني دي فتنة يهودية في وسط المسلمين، اليهود والأمريكان هم الذين زرعوا هذه الفتنة وزرعوا هذا الفكر أصلا ثم سلحوا هذا الفكر. المسلمون لا يصنعون السلاح في بلادهم، والسلاح اللي في ايد داعش ده من مين؟ ده حوالي 14 غارة أمريكية بدل ما تضرب داعش كانت بتلقي عليهم سلاح، تديهم سلاح. يقول لك أصل احنا ألقينا عليهم السلاح، خطأ. خطأ يا أمريكاني يا مجرم. بيسلح داعش ويقول لك احنا بنضرب داعش وهم بيسلحوهم. فدي كلها فتنة أمريكية دجالية يهودية، اعرف دي كويس. فنسأل الله السلام، عشان في الآخر المسلم يقاتل المسلم ويقتله. فنسأل الله السلامة. وعن أبي قال وحدثناه أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد عن أيوب ويونس والمعلى بن زياد عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. وعن أبي قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق من كتابه قال أخبرنا معمر عن أيوب بهذا الإسناد نحو حديث أبي كامل عن حماد إلى آخره. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حا قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا المسلمان حمل أحدهم على أخيه السلاح فهما في جرف جهنم، يعني في جانب جهنم. جرف يعني أو حرف، يعني جاء رواية حرف جهنم، ففي رواية حرف وجرف، في رواية جرف، والاثنين بمعنى واحد وهو جانب جهنم، يعني يوشك أن يقعوا في النار. فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة. وده حصل خلاص، العلامة دي حصلت، حصل من أيام الصحابة، فما تنتظرش شيء، حصل خلاص، ده حصل وانتهى. لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة. يعني كل واحد يقول الحق معايا، كل واحد يقول لك أنا أبغي الحق. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قال وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل القتل. والهرج في لغة العرب معناها ايه بقى؟ الاضطرابات والفوضى، اضطرابات والفوضى. سبحان الله، كأن النبي بيوصف الفوضى الخلاقة سماها الهرج، يبقى الفوضى الخلاقة اسم امريكاني والاسم ايه؟ النبوي ليها، الوصف النبوي ليها ايه؟ الهرج. كأن النبي اخبره صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي احنا فيه ده دي من علامات القيامة، تحصل اضطرابات، مفيش حاكم، مفيش حكومة، مفيش شرطة، يقوم يكثر القتل. اذا كثر الاضطراب كثر القتل. فالنبي عرف الهرج بالقتل القتل، يعني بما يقول اليه الاضطراب. فهمت ازاي؟ ليس معناها الحقيقي الاصلي بل ما يؤول إليه القتل، لأن الاضطراب وعدم وجود نظام يؤدي إلى تشابك الناس، فإذا تشابك الناس بلا نظام معناه انتشر القتل. وده اللي عايزينه يعملوه الأمريكان، يقول لك فوضى خلاقة. يبقى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض. وخد بالك ان أمة النبي لكرامتها على الله لم يسلط عليها عدوها، لان هي كريمة على الله، ما يسلطش عليها عدوها،
ده سلطهم على بعض، فتلاقي عدوها ما ينالش منهم الا عن طريق فرق منهم، لكن لا يستطيع. عارف احنا، عارف احنا العدو ما يقدرش يجي العدو يقاتلنا، يخاف، لكن يقاتلنا من خلالنا، من خلال بعضنا البعض، يطلع في وسطنا فرق مننا يفهمهم غلط ويسلحهم ويسيبهم يقتلونا. يبقى ربنا ما سلطش علينا اعدائنا، بل سلط علينا انفسنا. الاعداء بتوعنا عاملين زي الشيطان، بس قاعدين بس يحرشوا بين الناس، يحرشوا بين الناس عشان يخلوا كلما ايه اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله، ويسعون في الارض فسادا. وعن ابي قال حدثنا ابو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد، واللفظ لقتيبة، قال حدثنا حماد عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي اسماء عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله زوى لي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. يعني ربنا سبحانه وتعالى بين للنبي الأرض اللي هيدخل فيها الإسلام، وهتبقى أرض إسلام، شافها كلها في الشرق والغرب صلى الله عليه وسلم. وده برضو يدل على أن الإسلام ينتشر شرقا وغربا أكثر ما ينتشر شمالا وجنوبا، وده اللي حصل. يعني يعني انتشاره في الشمال والجنوب اقل كثيرا من انتشاره في الشرق والغرب، ودي برضو ايه يعني تعتبر من علامات النبوة بالاخبار بالمغيبات. ان الله زوى لي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها، وان امتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، واعطيت الكنزين الاحمر والابيض. الكنز الاحمر اللي هو الذهب اللي هو ايه قيصر والروم، والابيض اللي هو الفضه اللي هو ايه الفرس، لان الفرس كانت العمله بتاعتهم تقوم على الفضه وهي الدرهم، والرومان كانت العمله تقوم على الذهب واللي هي الدينار. فالنبي بيقول ايه: واعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني ملك فارس والروم، وده حصل. يعني كأن النبي، مع إن الحاجات دي كلها حصلت بعد وفاة النبي بسنوات طويلة، يبقى بيخبر بالغيوب، نبي صادق صلى الله عليه وسلم. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، يعني جدب وقحط عام، سنة يعني جدب وقحط ومجاعة. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة. هذا لا يمنع أن يحصل بعض الجدب في بعض إيه بلاد المسلمين دون بعضها البعض، يعني ما يعمش، يعني الجدب ما يعمش، يبقى بعض بلاد المسلمين رخاء وبعضها جدب، لكن جدب عام كده يعم جميع بلاد المسلمين لا، مش تحصلش. وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يستبيح بيضتهم يعني موضعهم، مجتمعهم، سلطانهم، ملكهم. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. يعني عدونا لا ينال منا إلا بأيدينا، لا بيده هو، بأيدينا. وده اللي حصل على مر العصور، لا يتمكن عدو من المسلمين إلا عن طريق خونة المسلمين الذين يبيعون دينهم من أجل عرض من الدنيا، من أيام الحروب الصليبية وغيرها وغيرها إلى يومنا هذا. العراق نفسها لم يدخل الأمريكان العراق إلا لما اشتروا قيادات الجيش العراق، ودفعوا لهم أموال طائلة، فقيادات الجيش يخلوا الأموال وفرحوا بيها
وسابوا لهم بغداد، دخلوا بغداد. ما كانوش يقدروا يدخلوها الا كده. الامريكان اجبن جندي على الارض واشجع جندي في القتال عن بعد. الامريكان كده على طول، دي صفاتهم. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ان ربنا القى الرعب، ايه، نصرني بالرعب من مسيرة شهر، وامته ورثت منه الحكاية دي. تلاقي العدو يبقى مرعوب مننا مش عايز يواجهنا، بس يجي من فوق بالطيارة يضرب بس ويجري، يضرب ويجري جبان، لكن ما قدرش ينزل على الارض، هاته على الارض ناكله، يروح ما يجيش. فاهم؟ هي دي طريقته، لان ربنا القى الرعب في قلوبهم من جهة ايه؟ المسلمين. اول ما يشوف بس مسلم. احنا شفنا بعض الصور اطفال ايام الحجارة، كان يبقى ماسك الحجر يجري ورا الجندي اليهودي وفي ايده السلاح، والتاني طفل صغير في ايده الحجاره، والتاني بيجري والواد ماسك الحجاره ورا الراجل بيضربه، وهو التاني في ايده السلاح وبيجري منه، ما يقدروش المواجهه. فهمت ازاي؟ ربنا القى في قلوبهم الرعب. فربنا يبقى يبقى ايه؟ اننا نجاهد انفسنا وما يضحكش علينا عدونا. لازم نجاهد انفسنا وما نديش فرصه لعدونا ينال منا بايدينا. لكن للاسف تملي في ناس نفوسها ضعيفه وفهمها للدين ضعيف وعندها حرص على الدنيا والمناصب، فتقوم ايه؟ من خلال هؤلاء الناس عدونا بقى ينال منا. هي ده اللي حاصل. فربنا ينجينا يا سيدي. وعنه به قال: وحدثني زهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم ومحمد بن المثنى وابن بشار قال اسحاق اخبرنا، وقال الاخرون حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن ابي قلابة عن ابي اسماء الرحبي عن ثوبان ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى زوى لي الارض حتى رايت مشارقها ومغاربها واعطاني الكنزين الاحمر والابيض، ثم ذكر نحو حديث ايوب عن ابي قلابة. وعن ابي قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا عثمان بن حكيم قال اخبرني عامر بن سعد عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل ذات يوم من العاليه حتى اذا مر بمسجد بني معاويه دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا، ثم انصرف الينا فقال صلى الله عليه واله وسلم: سالت ربي ثلاثا فاعطاني ثنتين ومنعني واحده، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وعن أبي قال: وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري قال أخبرني عامر بن سعد عن أبيه أنه أقبل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طائفة من أصحابه، فمر بمسجد بني معاوية بمثل حديث ابن نمير. باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة. وعن أبي قال: حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني كان يقول: قال حذيفة بن اليمان: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري، يعني كل اللي سمعوا النبي ماتوا إلا هو اللي لسه عايش يعني. وعن أبي قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال عثمان حدثنا وقال إسحاق أخبرنا جرير عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة
رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحاب هؤلاء، وإنه لا يكون منه الشيء قد نسيته، فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. وعن أبي قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد إلى قوله: ونسيه من نسيه، ولم يذكر ما بعده. وعن أبي قال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة حاء قال: وحدثني أبو بكر بن نافع قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فما منه شيء إلا قد سألته، إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة. يعني ما سألوش السؤال ده. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثني وهب بن جرير قال: أخبرنا شعبة بهذا الإسناد نحوه. وعن أبي قال: وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي وحجاج بن الشاعر جميعا عن أبي عاصم قال: حجاج حدثنا أبو عاصم قال: أخبرنا عزرة بن ثابت قال: أخبرنا علباء بن أحمر قال: حدثني أبو زيد يعني عمرو بن أخطب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر. دي أطول خطبة خطبها النبي، من الفجر للظهر، وصلى بيهم الظهر، وبعد كده فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس. شوف، من الفجر لغروب الشمس خطبة متواصلة يقطعها الصلوات بس. أخبر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقى. فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. فاللي حفظ حاجة قالها، اللي حفظ مثلا لأن ممكن كان يتخللها واحد يروح يتوضى فيفوتوا حاجات ما سمعهاش، مش كده برضو؟ أو واحد يكون تعب شوية ونام، ما هو قاعدين من الفجر لحد المغرب يسمعوا. ما علشان كده قال ايه؟ تذكر من تذكر ونسي من نسي. ونقف على باب في الفتنة التي تموج كموج البحر. ربنا يسلمنا غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.